عقوبة قاسية للحكم الجزائري بطل فضيحة الرجاء والأهلي. عقوبة قاسية للحكم الجزائري، حيث قررت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم استبعاد الحكم الدولي الجزائري مهدي عبيد شارف بسبب مستواه الفني في مباراة الأهلي والرجاء الرياضي ضمن ربع نهائي دوري الأبطال أفريقيا، والتي أقصي فيها النسور بعد الهزيمة في مجموع المباراتين 3-2. وحسب تقارير صحفية مصرية، فإن لجنة الحكام في الكاف قررت تغيير الطاقم التحكيمي الذي أدار لقاء أهلي طرابلس أمام الاتحاد الليبي أمس الأحد في إياب الدور ربع النهائي لكأس الكونفدرالية، والتي انتهت بتأهل أهلي طرابلس بنتيجة 0-0 على حساب غريمه الاتحادي. وقرر كاف، يضيف المصدر، الاستعانة بالدولي المغربي نور الدين الجعفري حكم رابع مع الطاقم الجزائري بقيادة مصطفى غربال، وتصعيد الجزائري لحلو بن براهم إلى تقنية الفيديو بدلا من مواطنه الدولي مهدي عبيد شارف.